زياد علي، مذيع في راديو مصر. انا مبسوط ان انا هنا معاكم، وبشكر مركز فنون على استضافته للمواهب، وبشكر كل اب وكل ام يعني قدروا ان هم ينموا موهبه ابنهم او بنتهم، لان موضوع المواهب ده مهم جدا. يمكن انا كان نفسي اكون مذيع يعني من وانا في تانية كلية، ووالدي ما كانش موافق يعني، فقعدت 6 سنين احاول ان انا اكون مذيع، والحمد لله يعني ربنا وفقني. فموضوع المواهب ده مهم جدا ان انتوا تنموه عند اولادكم، وما تكونش اي حاجه، لازم توصل ولازم تتعرف ولازم تتشهر ولازم تنمي موهبتك بجد، ما تكونش اي حد. بشكركم مره تانية على تشريفكم، وان شاء الله تستمتعوا بالحفل معنا النهارده. في فقرات كتير، واسيبكم مع احمد سراج من مركز فنون. اتفضل يا احمد. اهلا بيكم كلكم بالنيابه عن كل فريق مركز فنون، بحب ارحب بيكم، يعني وجودكم شرفنا النهارده. حابب برضو اشكر كل واحد قرر ان هو يحرر موهبته معانا، سواء في الرسم او في الموسيقى او whatever الاكتيفيتي اللي هو حاببها، ان هو يدينا الفرصه ان احنا نساعده في حاجه زي كده. دايما بقول للناس هوايه معناها حاجه بتهواها، حاجه بتحبها قوي، مش معناها حاجه ان انا مش هبقى شاطر فيها. يعني كونسبت ان انا عشان هاوي ما بقاش شاطر، لا، مش لازم تبقى ده مصدر دخلي عشان تبقى حاجه بحبها وبديها وقت ومجهود. احب اشكر كل اولياء الامور. انا عارف قد ايه انتوا بتتعبوا مع الشباب، سواء في الوقت او في المجهود او حتى على قد ما بتسمعوهم هم بيتدربوا، يعني التدريب مش دايما بيبقى ممتع. فشكرا ليكم ان انتوا مهتمين بالاولاد. الحفله هتبقى طويله شويه، معلش اعذرونا، بس بجد واحنا بننقي البروجرام يعني كان صعب نشيل اي فقره من الفقرات، كل الفقرات جميله، انتوا هتسمعوها معانا وتاكدوا بده بنفسكم. بس حابب اقول للشباب اللي هتعزف معانا النهارده، يعني النهارده يوم نكلل فيه مجهود شهور فات التدريب، بيبقى فيه توتر شويه قدام الجمهور، بس انا عايزكم تبقوا مبسوطين وانتوا بتعزفوا. فرحتكم وانبساطكم على المسرح بيوصل للجمهور. مش لازم اللي احنا بنعزفه يطلع بيرفكت، مش لازم يبقى فيهوش ولا غلطه، لكن لازم يطلع بحب اللي احنا بنعمله. رجاء بقى صغير من الجمهور، الشباب بتبقى مرعوبه على المسرح، فاحنا عايزين نشجعهم على قد ما نقدر. ويلا بينا نبدا بقى. أولى فقرات الحفل إن شاء الله هتكون مقطوعة للمؤلف والموسيقي الألماني وعازف البيانو فرديناند باير، OP101 نمبر 21 نمبر 34، وبيانو دانا خالد بمصاحبة الدكتور محمود مخيمر. نحييهم. Thank you.
نشكر دانا خالد ودكتور محمود مخيمر. فين والد دانا ووالد دانا؟ لا ما شاء الله يعني ربنا يخليكم يعني. هنسمع مقطوعتين، واحده لتشيرني وهنسمع لباخ انا ماجدالينا. تشيرني بيانو خالد خليفه وبس كده. حيوا خالد خليفة يا جماعة. هنسمع دلوقتي مجموعة من طلبة العود هيقدمون أعمال شرقية وعربية جميلة جدا. المجموعة بمصاحبة مستر محمد أمين ومستر إبراهيم المنشاوي. مقطوعة هنسمع ذكرياتي لمحمد الأصابجي وتحميل الرست وشد الحزام للراحل سيد درويش وأنا قلبي دليلي لليلى مراد. عود عبد الكريم البكري، محمد مجدي، محمد رشدي، هشام سراج، نيفين محمد، مها سرافي. نحييهم. Thank you.
يا جماعه ومحمد مجدي ومحمد رشدي وهشام سراج ونيفين محمد ومها السرفي. نكمل
سحر يا جماعة والله. أنا في أسعد لحظات حياتي إن أنا مع الطلبة بتاعتي حقيقي 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 وبشكرهم جداً. Thank you.
نشكر مستر محمد امين ومستر ابراهيم المنشاوي وعبد الكريم البكري ومحمد مجدي ومحمد رشدي وهشام سراج نيفين محمد وما السرفي. بجد تحيه كبيره ليهم مره ثانيه. هنسمع دلوقتي قضيه عم احمد الموسيقار الرائع عمر خيرت عزف بيانو مع يا حسين منورانا. Thank you.
سقفة كبيرة قوي المايا حسين يا جماعة، سقفة كبيرة جدا. انت جميلة يا مايا والله. هنسمع دلوقتي يا جماعة موسيقى فيلم تشيلدرز ليست، فيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ. الفيلم حاصل على 7 جوائز أوسكار مع مستر جورج توفيق عازف الكمان وسالي مجدي عازفة البيانو. عزف راقي جدا من مستر جورج توفيق وسالي مجدي، بجد تحية كبيرة. قديش في ناس للفنانة فيروز. عزف أساتذة الموسيقى في المركز، غناء جانيت زكي، درامز تامر عصام، كمان اسلام خليفه،
جيتار أحمد سراج، بيانو عماد رأفت. طيب بعدها على طول اوكي ماشي، نأسف للخطأ ده. هنسمع دلوقتي كورال مركز فنون مرمر زماني وبحبك يا بلادي، عمر حاتم، معتز أرشيدات، كريم فتحي، سلمى إسماعيل، منى شوقي، فاطمة عادل، رايا راند، إكرام أبو سمرة، أحمد سراج، ماري مراد، سيد عبد المعطي بمصاحبة جانيت زكي. في جسمي نار ورصاص وحديد،
جسمي نار ورصاص وحديد، قلمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة كتير، لا في نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي. طير ملايكة حوالي طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير، طير ملايكة حوالي طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير، همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير، قالولي يالله عالجنة، قلت لهم الجنة بلادي. بنشكر كورال مركز فنون، عمر حاتم، معتز ارشادات، كريم فتحي، سلمى اسماعيل، منى شوقي، فاطمه عادل، رايا راند، اكرام ابو سمره، احمد سراج، ماري مراد، سيد عبد المعطي. وعايز اقول لكم يا جماعه الكورال مفتوح لاي حد ممكن ينضم، مش شرط يكون صوتك حلو لكن تحضر تدريبات وتكون مواظب يعني. طبعا كلنا بنحب فيروز، قديش في ناس للفنانه فيروز، غناء وعزف، أساتذة الموسيقى في المركز جانت زكي، درامز تامر عصام، كمان إسلام خليفة، جيتار أحمد سراج، بيانو عماد رأفت. تحية يا جماعة، في إيه؟ Thank you.
قديش في ناس، غناء جانت زكي، درامز تامر عصام، كمان اسلام خليفه، جيتار احمد سراج، بيانو عماد رأفت. بجد حاجه جميله جدا.